اختتم مجمع شارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فعالية المنتدى العالمي المرأة في قطاع التكنولوجيا الذي نظم افتراضيا على مدار يومين بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات القيادية وعدد من الباحثين والمتخصصين وممثلين من المنظمة العالمية بالتعاون مع مؤسسة وومن انتك. ريم عيسى والتفاصيل. ريادة المرأة وإنجازاتها في القطاع التكنولوجي عناوين حملها منتدى المرأة في قطاع التكنولوجيا الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بشكل افتراضي، عاكساً أهمية إلهام القيادات النسائية وتشجيعهن، وهو ما لمسناه أثناء حضورنا إحدى جلسات المنتدى. المؤتمر السنة هذه احتضن أكثر عن 100 متحدث وأكثر عن 30 جلسة على مدار يومين. طبعا نحن حولنا المؤتمر هذه السنة لمؤتمر افتراضي بحكم وجود الجائحة، ولكن المؤتمر منصة كبيرة لتلاقي الأفكار من متحدثين من دول مختلفة، من قطاعات مختلفة، قطاعات المال والأعمال، القطاعات الاجتماعية، القطاعات التقنية. يشارك في المؤتمر طبعا رؤساء تنفيذيين لمجالات مختلفة، من مجالات الطاقة إلى مجالات البيئة إلى مجالات التقنيات المختلفة. المنتدى تطرق إلى عدد من القضايا العالمية التي تواجه المرأة في قطاع التكنولوجيا، كما ركز على إسهاماتها في مختلف مجالات التنمية وتعزيز تأثيرها على الصعيد العالمي. المنتدى فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب من مختلف ثقافات العالم. على مدى يومين ركزنا على موضوعات تدعم المرأة لتكون من أفضل القيادات في المجتمع، سواء على الصعيد الأكاديمي أو العلمي. منتدى المرأة في قطاع التكنولوجيا يكمل رؤية وأهداف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار باعتباره بيئة حاضنة للقيادات النسائية تشجع وتمكن المرأة من الانخراط في الاستثمار التقني وتعزز التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا. لبنة جديدة يضيفها هذا المنتدى في بناء دور المرأة وتعزيز مكانتها، لا سيما فيما يتعلق بالتجربة النسائية في قطاع التكنولوجيا. لأخبار الدار، ريم عيسى من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.